حق من الرحمن، غذاؤه ميزان، يشفى به الإنسان، فالتين والرمان، فواكه الجنان، والخل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث اليوم عن مزيد من الخدمات التي نقدمها في نظام الغذاء الميزان لإخواننا وأخواتنا الذين يريدون أن يستفيدوا من هذه الخبرة. كما قلنا سابقا أن الدراسات تشير أن الجينات التي تؤهبنا للإصابة بالأمراض ليست هي وحدها مسؤولة عن حدوث المرض، واستدلينا على ذلك بالدراسات التي أجريت على التوائم المتطابقة. هؤلاء توأمين عاشوا في مناطق مختلفة، أحدهما مارس نمط من الحياة صحي وجيد وغذائي ممتاز، وأحدهما مارس نمط حياة صحي سيء وتغذية سيئة، فالذي مارس الحياة السيئة أصيب بأمراض، أما الذي مارس الحياة الصحية الطيبة فلم يصب بأمراض، بالرغم أنه الدي ان اي متطابق بينهما. واستدلينا على ذلك أيضا بالناس الذين هم من منشأ ياباني على سبيل المثال. معروف في اليابان أنه هناك لديهم نمط حياة يجعل إصابتهم بالجلطات وتصلب الشرايين قليل جدا جدا جدا. فاليابانيين الذين هاجروا إلى أمريكا حيث نمط الحياة هناك يؤهب إلى نسبة عالية من الإصابة بالجلطات وتصلب الشرايين وجلطات الدماغ وما شابه، بدأت هذه النسبة ترتفع عند هؤلاء اليابانيين لتصبح مثل الأمريكيين، مما يدل على أن نمط الحياة هو الأهم في تحديد حدوث الأمراض. ولذلك نحن نعمل عندما تتواصلون معنا ننصحكم، ويكون ذلك على شكل برنامج متواصل لمدة 6 شهور. يعني يتواصل الشخص يقول طيب أنا عندي مثلا تصلب في الشرايين، ماذا أفعل؟ أول شيء ننصحه بمنتجات غذائية صحية عليها دراسات أثبتت أنها فعالة وتساعده، وليس واحدا إنما عدة أنواع، نحن نريد أن نغير نمط حياته. ننصحه كيف يأخذ الطعام بترتيب معين، بكيفية معينة، بتوقيت معين، فحتى التوقيت له دور في التأثير على التعبير على الجينات، لأن نكتشف أن الأمراض التي نحملها هناك جينات تعبر عن ظهورها، والأطعمة تستطيع أن توقف هذه الجينات عند حدها، فندله على الأطعمة التي أثبتت الدراسات أنها توقف التعبير عن مرضه فيكون مصابا بتصلب الشرايين، فيتوقف تصلب الشرايين عنده بإذن الله سبحانه وتعالى. ونعطيه كثير من القواعد الغذائية على مدى 6 شهور، يعني كلما اتصل فينا ويجد بشكل تلقائي مجرد ما عمل سبسكرايب أو سجل لأول مرة وهو مهتم بهذا الموضوع، سيجد سلسلة وموسوعة ضخمة من المعلومات الموثقة علميا والمعروضة بأجمل شكل وبأبسط شكل تصله تباعا بإذن الله إلى أن يصبح يغير نمط حياته تدريجيا ويحصل على حياة أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. ببساطة نستطيع أن نساعدكم ونقدم لكم معلومات تفيد الأشخاص من عمر سنة حتى عمر 100 سنة بإذن الله سبحانه وتعالى، لنقدم لكم بإذن الله نمطا من الحياة مبنيا على الدليل العلمي ومأخوذ من ثقافتنا يساعدكم ويحسنكم بإذن الله لتصلوا إلى أفضل مستوى صحي بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا مخلصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يفيدنا فيما علمنا بإذن الله. في الحلقة القادمة سنجد مزيدا من التفصيلات في الخدمات التي نقدمها وفي منتجات الغذاء الميزان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث اليوم عن الجزء الثالث من حالات الضعف الجنسي عند الرجال. هذه خلايا الشرايين تتبدل، فإذا غذيناها بشكل ممتاز بأغذية وأعشاب وعناصر أثبتت الدراسات أنها تبني هذه الشرايين، هذه الشرايين كما قلنا كتب الله عليها أن تتبدل، الجسم يتغير باستمرار، ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الطور في اللغة كما تشير يعني تارة، في القواميس افتح طور واحد يعني تارة واحدة، طور بعد طور يعني تارة بعد تارة، مرة بعد مرة. طب الله خلقني أطوار يعني خلقني مرات، متى خلقني مرات؟ هذا أنا شخص واحد، يعني كيف الله سبحانه وتعالى يشير أنه خلقني مرات؟ الله سبحانه وتعالى والله أعلم يشير إلى تبدل الخلايا وتجدد الخلايا باستمرار. فما دام الخلايا تتبدل وتتجدد، وهي تتجدد من عناصر الغذاء التي تأتي من التراب الذي خلقنا منه، نستطيع أن نعطي غذاء موزونا نضرب به عصفورين بحجر، ثلاثة عصافير بحجر. العصفور الأول أننا نحسن بإذن الله ونعيد بناء ما تبقى من البنكرياس ونجدده فيتحسن السكري. العصفور الثاني نعيد بناء الشرايين فيزول تصلب الشرايين ويتحسن بإذن الله سبحانه وتعالى. العصفور الثالث الذي ممكن أن نحققه نحسن وظائف العصب بشكل ممتاز بتغذية هذا العصب وإعطاء عناصره بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا بالنسبة لمريض السكري. طيب، من أسباب الضعف الجنسي عند الرجال في الحقيقة هو حدوث ضخامة البروستات، ضخامة البروستات الحميدة، وأحيانا التهاب البروستات، وهذا الالتهاب قد يكون جرثومي أو قد يكون غير جرثومي. مشكلة التهاب البروستات إنه عادة بيكون مزمن، وإذا كان جرثومي بيكون هناك مشكلة، يعني الطبيب عادة طبيب المسالك البولية يعطي مضاد حيوي يموت الجرثوم لكن بعد فترة يرجع. لماذا؟ حقيقة نسيج البروستات مثل الإسفنجة، فتخيل الإسفنجة لما تتعفن يعني ممكن عدد هائل وأنواع مختلفة من الجراثيم والبكتيريا هي التي تساهم في التعفن، ليس نوعا واحدا. ولذلك سبحان الله حتى لو أعطينا مضاد حيوي، كل مضاد حيوي له طيف معين، يعني يغطي مجموعة من الجراثيم ولا يغطي المجموعات الأخرى، ومن ثم إعطاء المضاد الحيوي سيحسن بإذن الله هذا الجرثوم ولكن ترك الجراثيم الأخرى، والنسيج ملتهب متورم وسطه حامضي يستدعي الخلايا الالتهابية باستمرار. وما تنسوا أن المنطقة البولية التناسلية سواء عند الرجل أو عند المرأة هي منطقة غنية جدا جدا بالجراثيم التي تحب الوسط الدافئ والرطب والمعتم، وهذه مناطق دافئة ورطبة ومعتمة، فتتكاثر فيها الجراثيم، ومع ضعف المناعة عند هذا الشخص سواء بسبب السكري أو قصور الكلى أو أي أسباب أخرى يجد الجراثيم يعني انتهازا للدخول وتسبب التهاب للبروستات. طبعا في الطب الحديث أنا لا أستطيع أن أستخدم مثلا 6 مضادات حيوية أو 10 مضادات حيوية، لأنه هذا في الحقيقة قاتل. يعني مضاد حيوي واحد مثل ترايميتوبريم سولفاميتوكسازول، هذا مضاد حيوي فيه مركبين كيميائيين ترايميتوبريم وسولفاميتوكسازول، يسبب يعني تحسس وتأثيرات جانبية ويؤثر على قد يسلخ الجلد فيما يعرف باسم متلازمة ستيفن جونسون سندروم، يعني متلازمة ستيفن جونسون هذه تسلخ الجلد بسبب تناول حبة أو حبتين وقد تودي بحياة المريض. طب هذا مضاد حيوي واحد، طب كيف لو استخدم 5 مضادات أو 6؟ سأتلف الكبد، سأؤثر عليه بشكل سلبي، يعني سأسبب مشاكل كثيرة. نحن بطريقتنا لا نعتمد على مبدأ الجمع، ولذلك أنصحكم بحضور حلقة الذي تتحدث عن مبدأ الجمع أو التعاضد الذي ذكره القرآن الكريم، وهو واحد من أسس علم التغذية في القرآن الكريم، إن المواد الطبيعية تتعاضد مع بعضها البعض بحيث بالتركيزات الضئيلة تعطي مفعولا كبيرا، واحد يعاضد الثاني ويدعم الثاني دون وجود أي تأثيرات جانبية سبحان الله. ولذلك ممكن نعمل كوكتيل من المضادات الحيوية الطبيعية من الأعشاب
كل عشبة من هذه الأعشاب آمنة مصنفة باسم إجراس، وهي عشبة مطبخية أو طعامية وتغطي طيف من الجراثيم. وجود هذه الأنواع المختلفة من الأعشاب سنعمل يعني واحد من أقوى المضادات الحيوية في العالم، الذي يساهم بشكل رائع وجميل جدا في التخلص من كافة الجراثيم المعششة في هذا النسيج الإسفنجي للبروستات. ولذلك بفضل الله نجحنا بشكل كبير بإذن الله في تحسين حالات التهاب البروستات بمساعدة بهذه الطريقة. هل هذا يكفي؟ لا أبدا. أيضا نعمل على تغذية البروستات بأعشاب أخرى، هذه الأعشاب تساهم في تبدل الخلايا وتعود بروستات سليمة وجميلة ورائعة وقوية بإذن الله سبحانه وتعالى. بقي موضوع واحد يفاقم مريض البروستات ويفاقم الأعراض له، نحن ننصحه دائما بأن يطبق القاعدتين القرآنيتين، وهما أن يأكل فاكهة دائما قبل المشتقات الحيوانية، وأن يمتنع عن تناول المشتقات الحيوانية في الليل. لماذا؟ قلنا أن المشتقات الحيوانية كلها في عنصر الكبريت والفوسفور، بيسموها العناصر الحامضية، تثبط التفاعلات الكيميائية في الجسم، ولذلك يكون الجسم حريصا على التخلص من هذه الأحماض. طب أين يتخلص منها؟ يتخلص منها ببساطة من أعضاء الإطراح، الجهاز البولي التناسلي من أعضاء الإطراح. وتراكم هذه الأحماض في البروستات سيؤدي إلى استدعاء الخلايا الالتهابية تجاه البروستات، فتصبح البروستات منتفخة ومتورمة وفيها التهاب ولو التهاب خفيف، وهذا يساعد الجراثيم في الدخول لأن هذا الوسط مناسب لها جداً. من أجل هذا نحن دائما نسبق المشتقات الحيوانية بالفواكه. لماذا؟ كل الفواكه دون استثناء فيها عنصر الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، تعرف باسم العناصر القلوية لأنها مجرد ما تذوب في الماء، و60% تقريبا من جسم الإنسان هو ماء، يتولد قلويات. تولدت القلويات عندما أكلنا الفاكهة، بعدها أكلنا لحما أو بيضا أو سمكا أو حليبا أو مشتقات ألبانية أو أجبانية أو إلى آخره، أي نوع من الأنواع، يتولد الحمض. هذا الحمض سيتعادل مباشرة في داخل القلوي في داخل الدم قبل أن يذهب عن الجهاز البولي التناسلي ويزعج ويسبب في التهاب مزمن. نفس القاعدة أيضا، طلبنا من الناس ألا يأكلوا مشتقات حيوانية بعد صلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب بيكونوا نباتيين. لماذا؟ لأن قلنا إن الله سبحانه وتعالى قسم حالة الجسم بين الليل والنهار، قال وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وأخبرنا في سورة يونس هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ماذا يحدث لدينا الآن؟ ببساطة اكتشف العلم أنه بالفعل يعني الجسم يصحو في النهار، يسيطر الجهاز الودي، هذا الجهاز الودي يسرع القلب ويسرع التنفس ويزيد معدل ضربات القلب ويزيد الاستقلاب ويزيد توليد درجة الحرارة إلى آخره، يسيطر من النهار حتى المغرب. عند المغرب سبحان الله يسيطر الجهاز العصبي نظير الودي، عكسه تماما، يبطئ القلب ويبطئ التنفس ويخفض الاستقلاب ويخفض درجة حرارة الجسم إلى آخره. ولذلك إذا تذكرون جزيء الطاقة اسمه ATP، الأدينوزين ثلاثي الفوسفات، أي فيه فوسفور، وهذا يأتي من المشتقات الحيوانية. ولذلك إحنا كنا نرى أن تناول المشتقات الحيوانية متناسب مع النهار، لأني أنا أحتاج هذا الفوسفور، وهي غنية بالفوسفور وتساعد في توليد جزيء الطاقة الذي يعرف باسم الATP، والATP يعمل حسب الدورة التي كتبها الله للإنسان عندما يكون معاشا ومجهودا وقلبا، كل عمله يعمل ويشتغل. ونحن وجدنا أن تناول المشتقات الحيوانية في الليل عكس الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يتعامل مع الأحماض، لا هضمها ولا امتصاصها ولا تمثيلها ولا إطراحها. ولذلك بلاحظ المرضى الذين يعانون من ضخامة بروستات أو التهابات متكررة في الطرق البولية سواء الرجال أو النساء، يلاحظون سبحان الله أنهم عندما يأكلوا أكلا دسما في الليل يعني ممكن ذيك الليلة ما ينامون من جهازهم البولي التناسلي، كثرة تبول وصحوة على الحمام وحرقة وأحيانا التهاب
أو ضخامة البروستات بتكون متهيجة، ممكن حتى تسد الطريق تبع البول ويحدث احتباس في البروستات، وهذه من أعراض ضخامة البروستات. طبعا البروستات لها أعراض كثيرة، منها الضعف الجنسي. البروستات هي غدة موجودة على الإحليل، هي موجودة في أسفل المنطقة العجانية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل تعلمون أن منتجات الغذاء الميزان هي منتجات مرخصة من وزارة الصحة ومن المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية؟ وكوننا نصدر في عدد كبير من البلدان، فنحن حصلنا على ترخيص في هذه الدول الأخرى، منها ترخيص الولايات المتحدة الأمريكية FDA، وترخيص دولة فلسطين ودولة السودان وغيرها من الدول الأخرى التي نصدر لها منتجاتنا. والحقيقة أن ترخيص وزارة الصحة الأردنية هو ترخيص للمصنع، يريد أن يتأكد أننا نمارس ممارسة التصنيع الجيد في داخل المصنع. والحقيقة أننا استفدنا منهم كثيرا ونشكرهم على ما أفادونا به، وطورنا نحن ذلك عندما أخذنا شهادة الآيزو 22000-2005. والحقيقة أن هذه الشهادة عبارة عن 3 شهادات مدموجة مع بعضها البعض. الشهادة الأولى هي 9001 وهي نوع من أنواع الشهادة الإدارية. الشهادة الثانية هي GMP التي تطلب في كثير من الدول العربية، هي Good Manufacture Practice، ممارسة التصنيع الجيد. أما الشهادة الثالثة فهي شهادة الهسب، وهي نوع من أنواع شهادة الأمان والسلامة الغذائية ذات معايير عالية جدا. دمجت هذه 3 مع بعضها البعض وحصلنا على شهادة الآيزو 22000. أما ترخيص المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية فهو ترخيص يريد أن يتأكد من خلو هذا المنتج من أي شيء ضار للإنسان، ابتداء بالمعادن الثقيلة والملوثات والجراثيم والفيروسات والإشريشيا كولاي والسالمونيلا وغير ذلك، إضافة إلى قياس الحموضة ودرجة التزنخ في الزيت وقياس حموضة الخل إلى آخره. يعني هناك معايير عالية نخضع لها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء حتى تجيز منتجنا بإذن الله. وعندما نريد أن نكتب أي ادعاء يطلبون مجموعة من الدراسات. أذكر في الحقيقة أننا عندما رخصنا منتجاتنا لأول مرة في عام 2009 حملنا أكثر من 11000 بحث علمي. سبحان الله، نحمله يعني فريق كامل يحمل أكياس ونذهب إليهم حتى نفيدهم بحجم الأبحاث التي جمعناها والتي تؤكد الفوائد الصحية لهذه الأعشاب الطعامية الآمنة. تابعونا إن شاء الله في نقطة أخرى سنتحدث فيها عن كثير من الفوائد والخصائص المميزة لمنتجات الغذاء الميزان، فتابعونا وكونوا معنا.